السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على قرار هام جدا أخذته الدولة الجزائرية، وجعل لسان وزير الأول عبد الرحمن أيمن عبد الرحمن أنه الجزائر سوف تستغني ابتداء من السنة المقبلة، يعني سنة 23 2023 سوف تستغني نهائيا عن استيراد الحبوب، البذور اللي تستعمل في الإنتاج الزراعي كالبذور تاع البطاطا والخضروات وكل ما هي والحبوب كذلك اللين والصلب وكل الأنواع اللي تستعمل في الزراعة. إذن الجزائر قررت الاستغناء عن كل هذه الحبوب على استيراد البذور من الخارج، مما سوف يوفر هذا القرار حوالي 700 مليون دولار، اللي كانت يعني كانت تكاليف نتاع استيراد البذور هذه. وأضاف الوزير الأول أنه السبب مش على قضية ضائقة مالية ولا مسألة تقشف، ولا السبب هو توفر يعني المخابر الكثيرة في الجزائر. مؤخرا تم إنشاء عدة مخابر لتطوير وتحسين المشاتل في جميع أنواع نتاع النباتات. إذن كل هذه المخابر العلمية أصبحت لها دور فعال، يعني صناعي بنقول بأتم معنى الكلمة، هي عبارة عن مصانع لإنتاج البذرات في كل الميادين تاع البطاطا، خاصة البطاطا. وتطوير يعني تطورت من ناحية يعني من الناحية العلمية، وأدى ذلك إلى توفير كل ما هو البذور يعني اللي في الزراعة، لي سومونس كما يسمى لي سومونس. وكذلك تقرر كذلك خلق بنك وطني للبذور كما نشاهد هنا، تدشين البنك الوطني للبذور. وهذا البنك سوف يوفر كل المعلومات عن البذور وتصنيفها وأنواعها، وأكيد هذا البنك هذا راح يكون على بنك نيميريك، يعني بنك رقمي، سوف يوفر كل المعلومات بالنسبة يعني المتعاملين الزراعيين اللي عندهم مشاريع في هذا الميدان. إذن هذا يعني بادرة خير، وإن شاء الله يكون هذا القرار سوف يساعد على تطوير الزراعة، اللي نعرف كما نعلم أن الفلاحة في الجزائر عرفت قفزة نوعية لا مثيل لها، حيث أن الإنتاج الفلاحي أصبح يكون 25% من البرودوي ناسيونال بروت نتاع الوطن، يعني 25% هو جاي من الفلاحة، وهذا شيء مليح مهم جدا. وكذلك أمر مهم جدا هو أن هذه الخطوة سوف تعزز الأمن الغذائي للجزائر، خاصة في يعني التجاذبات والتطورات اللي راه يعرفها العالم في هذه الآونة الأخيرة. إذن إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.